27 سنة وكيل مؤسسين حزب مستقبل وطن، أمين عام العضوية على مستوى الجمهورية، مرشح نفسي عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر. ما ينفعش إن احنا نفقد الأمل في بلدنا دي، مصر فيها أكتر من 60% شباب حاليا، لازم نبقى جزء من المشاركة الحقيقية والمشاركة السياسية في مصر. مش هيحصل تغيير إلا لما يكون في وعي كامل في المجتمع المصري للمشاركة الحقيقية لطبقة الشباب بالذات. إذا كنا احنا بنرفض المشاركة فإزاي هنقدر نحاسب في يوم من الأيام مسؤولين الدولة؟ شايف الانتخابات اللي جاية انتخابات مصرية للدولة المصرية، انتخابات إثبات الوجود، انتخابات استكمال خريطة الطريق، انتخابات الدولة المصرية الحديثة. شايف ان لازم مصر كلها تشارك في الانتخابات اللي جاية علشان تثبت ان ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو فعلا بتحقق اهدافها الفترة الحالية، وان شاء الله مصر تكون احسن وافضل بشعبها وبقادتها قبل كل شيء. دكتور محمد عبد الرحمن الاشقر، واسم الشهرة دكتور محمد الاشقر، بخوض الانتخابات لاول مرة ترشيح لمجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمالية. الفترة اللي جاية والانتخابات اللي جاية أنا بسميها مرحلة هامة وحرجة، وعشان نقول مرحلة هامة يبقى لازم كلنا نشارك فيها. حرجة لأننا ممكن تحطينا على بداية الطريق الصحيح أو ممكن ترجعنا 10 خطوات ورا. مطلوب مننا نشغل عقولنا، نشغل ضمائرنا، ولا نسمح لأحد إن هو يتاجر علينا. جاد المصري، رئيس فرع جنوب القاهرة لعقول الإنسان، عمال صنايعي، نازل دايرة دار السلام بإذن الله. بتكلم عن العمال ومشاكل العمال والعمالة الغير منتظمة. بمشيئة الله مع رجال الأمن المحترمين وشرفاء وعايزين نعلى بمستوى مصر بإذن الله، مش هيكون في أي تزوير. أستاذ دكتور سهير محمود عثمان، أستاذ متفرغ بجامعة حلوان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، يعني متقدمة لترشيح لدائرة المعادي اللي هي المعادي والقرى. يعني دخول المال السياسي في الموضوع أصلا يعني كان بيدخل، الحقيقة أنا أسفة في اللفظ، كان بيدخل بفجور قبل كده. أتمنى إنه ما يلعبش دوره الرئيسي في البرلمان القادم بمشيئة الله، وإن كان ده دور ومسؤولية المواطن أولا وأخيرا.